اهلا بيك وحبايب مدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. يسعدني اليوم ويشرفني ان انا اقدم مدليرن الجديده اللي هي هتبقى على www.medlearn.academy. والحقيقه في medlearn.academy انا حطيت كل موضوعات الانترنال ميديسين والاكس راي والاي سي جي والديفرنشال دايجنوزس والكونتينيوينج ميديكال ايديوكيشن، بالاضافه لموضوعات الثيرابيوتكس والكويشنز والسايكاتري والنيورولوجي. كل موضوعاتنا موجوده، والجميل فيها ان هو كل فيديو بقى معاه بي دي اف فايل بالليكتشر بتاعته، فبنتكلم في توبيك معين بتلاقي معاه الليكتشر نوتس بتاعته كبي دي اف فايل، بتلاقي في سلايدز موجوده للكونتينيوينج ميديكال اديوكيشن والادفانسز اللي حصلت في المجال. يعني بتكلم على موضوع مثلا هارت فيلير او كورونري هارت ديزيز، في ادفانسد نوتس بتنزل جنبها بحيث ان احنا نبقى ابديتد على طول في ميدليرن بكل الحاجات ايه اللي تجد. كل سنه هنضيف كل الابديتس ايه اللي بتنزل جديد، فبحيث تبقى مصدر رائع ليكو على طول مستمر. زائد ان هو في اسئله موجوده على البي دي اف فايلز تقدروا تعملوا زي كويزز تراجعوا منها الموضوع بسرعه. فأنا عندي مش مجرد فيديوهات في ميدليرن www.medlearn.academy، لا ده أنا عندي أكتر من كده. عندي الفيديوز البي دي اف فايلز بتاع الليكتشر نوتس، بي دي اف فايلز للأسئلة كويزز، والأدفانسد نوتس هتضاف على طول بسلايدز جميلة جدا. ادخلوا وشوفوا اتفرجوا، في أجزاء مجاني، في غالبيتها في دفع حاجات اشتراكات رمزية. اليوتيوب هتفضل شغالة بحاجات جميلة برضو، وكله هنشتغل إيه in synchrony مع بعض، بس عشان نقدر نطور الإيه البروجكت ويبقى حاجة فعلا مفيدة للجميع وتستمر إيه دائما إلى الأمام. وأهلا بيكم معانا في www.medlearn.academy. شكرا.